السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه أغرب السرقات اللي وقعت داخل عيادات طبية. غادي نشوفوا بشر ما كيعرفش أشنا هي الرحمة وما كيناش في قلبه الإنسانية، وصل لدرجة أنه يسرق في الأماكن اللي كيتداووا فيها الناس واللي كيتعتقوا فيها الأرواح. هاد البشر اللي كيسرق في المساجد وفي اي مكان ما كتهموش شي حاجه من غير انه يسرق. قبل ما نشوفوا هاد السرقات، اخويا اللي كتشوف هاد الفيديو، اختي اللي كتشوفي هاد الفيديو، الا كنتي اول مره كتشوفنا اشترك في القناه وبغيناك دير اعجاب لهاد الفيديو الا جات على خاطرك، ويلا نبداو. هنا كنشوفوا هاد الشخص جالس داخل هاد العياده الطبيه في هذيك القاعة ديال الانتظار. ها هو في هذه اللحظة ناض وجا لهذا المكان اللي كتجلس فيه هذيك اللي خدامة مع الطبيب، لقاها ما كيناش. هو اصلا راه راد ليها البال حتى دخلات عند الطبيب وخلات تما خاوي داير راسو انه كيتكلم في الهاتف. في هذه اللحظة مشى لهذاك المكان اللي كتجلس فيه وغياخد مجموعة من الاموال كيف ما كنشوفوا، وبدا كيدير في الجيب ديالو. في هذه اللحظة كان غيخرج شوية، بانت ليه الفلوس مازال باقية كاينة تما، وهو يرجع باش ياخد داكشي اللي مازال كاين تما بطريقة ماكرة جدا، وحتى شي واحد ما شافو. هذيك اللي خدامة مع الطبيب دارت خطأ كبير انها خلات هاد المكان فارغ، لان واخا كاينة الكاميرا ما قدات والو. وبعد ما خدا مبالغ مهمة غيخرج من هاد العيادة الطبية، هو يمكن اصلا جاي غير باش يسرق. هنا غادي نشوفوا هاد المرأة دخلت لهاد المستشفى وبدات كتدور فيه وكتقلب على اشنو تسرق. بانت ليها واحد الحقيبة، يعني واحد الصاك موضوع في هاد المكان، فمشات باش تدخل تما وتسرق هذاك الصاك. فتحات الباب ولكن ما زعماتش باش تدخل، يمكن بان ليها شي واحد جاي وهي تراجع على هاد السرقة، ودارت بحال غتخرج من المستشفى. لاحظوا ان الناس جالسين تما كيتسناو، وهي دايره راسها بحال الا كتقلب على شي حاجه، وهي كتسنى الفرصه المناسبه باش ترجع لهذاك المكان وتسرق هذاك الساك. صافي مصممه باش تسرق الساك. هنا غتمشي غتزعم وغادي تدخل لهذاك المكان كيف ما كنشوفوا. بعد ما راقبت الوضع مزيان، هنا غتزعم وتدخل وغتمشي وغتاخذ الساك كيف ما غادي نشوفوا. مراه خطيره جدا، ها هي في هذه اللحظه خدات الساك وغتخرج تمشي في حالها. هنا كنشوفوا هذا الشخص دخل لهاد العياده الطبيه وما لقاش هذيك الموظفه اللي كتشتغل مع الطبيب، وهو يدير يده وهو ياخذ الهاتف، لان الهاتف كان موضوع تما ومدير في الشاحن يعني في الشارج. زعم وخد الهاتف، ولاحظوا ان الناس كاينين في هذيك القاعه ديال الانتظار ولكن حتى شي واحد ما شافو. هنا غادي نشوفوا سرقه غريبه جدا. هاد الشخص دخل لهاد العياده الطبيه ما لقاش هذيك الموظفه اللي كتشتغل مع الطبيب، شاف اشنو كاين تما، بان ليه الهاتف وخداه دارو في جيبو، ولكن لسوء حظو شافتو يلا خد الهاتف. هو فاش عرفها شافتو رجع تما ووضع الهاتف، يعني رجعو لبلاصتو، ودار بحال خدا واحد القلم. قال ليها راه بغيت غير هاد القلم نكتب به شي حاجه. قالت ليه لا راه انت كنت بغيتي تسرق، وسدات الباب. بدا كيوريها اشنو كاين في جيابو. قال ليها ها انت راه ما خديت والو. السيده مشات باش تشوف اشنو تسرق، لقات الهاتف راه كاين في بلاصتو، يعني ما سرق والو. هنا ما صدقاتش ليها هاد السرقه، كانت سرقه فاشله جدا. وهنا كيشرح لها كيقول لها راه ما سرق لك والو، راه ما كاين والو، شوفي واش كاينه شي حاجه تسرقات لك، راه ما كنت غنسرق والو. وهنا غادي نشوفوا السرقه من زاويه اخرى. هذه اللحظه اللي جا بان ليه الهاتف دار يدو وخداه، وفي اللحظه اللي خدا الهاتف هذيك السيده شافته، وهنا فاش عرفها راه شافته غادي يرجع الهاتف كما قلنا، وغادي ياخذ القلم طريقه ماكره. قال ليها راه بغيت غير القلم نكتب به شي حاجه. هي عرفت انه بغى يسرق، مشات سدات الباب بسرعه وبدات كتعيط على الناس. وفي هذه اللحظه جات باش تشوف اشنو تسرق، لقات الهاتف في بلاصتو وما كاين حتى شي حاجه ناقصه. وهنا بدا كيشرح ليها وكيقول ليها باللي راه ما كنتش باغي نسرق، راه بغيت غير القلم. كانت هذه السرقه فاشله جدا.
هنا غادي نشوفوا واحد السرقه غريبه واللي يمكن نقولوا عليها المثل ديال ما دير خير ما يطرى باس. هاد السيد وهاد المراه كانوا داخل هاد العياده الطبيه وسولوا هاد السيده اللي كتشتغل مع الطبيب على شي حاجه ربما كاينه في هذيك العماره نيت. في الاول شارت ليهم غير بيديها، ولكن هذيك المراه قالت ليها عافاك خرجي ورينا هذاك الشيء فين كاين. المراه والموظفه خرجوا وهذاك الشخص بقى في الوراء. فهاد اللحظه غيرجع بسرعه وغيسرق الهاتف اللي كان موضوع تما كيف ما كنشوفوا وغيرجع يخرج بسرعه. المراه راه متفقه هي وياه، قالت ليه انا راه غادي نشغلها وانت رجع سرق. ماشي غيسرق الهاتف وصافي، بل غيرجع وغيسرق امور اخرى كيف ما غادي نشوفوا. ها هو في هذه اللحظه رجع وبدا كيقلب على الا كاين شي فلوس تما ياخذها. في هذه اللحظه راه غيسرق شي حاجه وغيخرج ثاني بسرعه. الموظفه بما ان ما كاين عندها حتى شي واحد هنا قالت ما فيها باس ندير هاد الخير ونوريهم هذاك الشيء اللي سولوني عليه، ولكن هادو استغلوا هاد الفرصه وقاموا بهاد عمليه السرقه. ماشي غير هاد الشيء فقط، بل غيرجع هذاك الشخص للمره الثالثه كيف ما كنشوفوا وبدا كيقلب على شي حاجه. في هاد اللحظه راه سرق حاجه اخرى وغيخرج كيجري. فاش غترجع هذيك الموظفه وتعرف بانها تسرقات غتخرج وتبدا تقلب عليهم، ولكن غتلقاهم هربوا. هنا كنشوفوا هاد الشخص جا لهاد العيادة الطبية ولاحظوا انه كيطل، يعني كيشوف ياك ما كاين شي واحد، ثم دخل وجا لهاد المكتب وكيشوف اشنو كاين. غياخذ زوج ديال الهواتف بالإضافة الى هذيك اللوحة الإلكترونية، وغياخذ كذلك واحد الساك وشيء اخر وغيخرج بسرعة. غيشوف واحد الشخص وغيحاول انه يتبعه. هنا غادي نشوفوا هاد المراه ومعها طفله صغيره داخل هاد الصيدليه جاو باش يشرو شي دواء. لاحظوا المراه شافت بان واحد الهاتف موضوع تما، فقررت انها تسرقو باي طريقه. وفي اللحظه اللي غفل هاد الصيدلي المراه غادي تقرر دير يدها وتبدا تجر الهاتف اللي عندها كيف ما كنشوفوا. بنتها قالت ليها لا ما تاخذيهش راه غيشوفوك. دفعت بنتها وخدات الهاتف وخباته بطريقه ماكره وحتى شي واحد ما انتبه ليها. هنا غادي نشوفوا واحد السرقه اكثر من غريبه داخل هاد العياده الطبيه. هذيك المراه اللي جلسات فوق هذوك الكراسي وضعت في جنبها واحد الحقيبه ديالها، ثم جاء بالقرب منها هاد الشخص ودار راسو بحال الا واقف تما. المراه وضع الحقيبه في جنبها ولكن غافله عليها. هذاك الشخص اللي وقف تما دار يدو وبدا كيقلب اشنو كاين في الحقيبه كيف ما كنشوفوا. في هاد اللحظه راه خدا ليها شي حاجه من الصاك ديالها وبدا كيخبيها تحت الملابس ديالو، والمراه جالسه كتكلم مع هذيك المراه الاخرى وما انتبهتش. وبعد ما خدا داك الشيء اللي بغا وخباه مزيان غيخرج من العياده الطبيه بكل هدوء. هنا كنشوفوا هذا الرجل وهاد المراه جالسين داخل هاد العياده الطبيه وغيدخل هاد الشخص. هذيك الموظفه اللي كتشتغل مع الطبيب دخلت للغرفه اللي كاين فيها الطبيب وخلات الهاتف ديالها موضوع تما. هاد الشخص اللي دخل غيستغل الفرصه وغيدير يدو على الهاتف وغياخدو كيف ما كنشوفو، دارو في جيبو وغيخرج في حالو من هاد العيادة الطبية.
وهنا الإخوان والأخوات كنكونوا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.